كنخدم فهمتي كنخدم اليز غادي واحد الخدمه ديالي غادي مزيان في الخدمه غادي في العمل ديالي بديت كتعلم شدي الدبلوم واحد شي ناس من العائله ما حملونيش انا فهمتي حيت انا هو الصغير في الدار وخدام صوفي وسحروني وشنو هما من هذا الشيء كامل باغيني غنتسطى فهمتي سروالي ما كسابو حتى حاجه ما كسابه فهمتي هذا الشيء اللي باغين حيت ملي جيت سولت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو كان تسحر اربع المرات علاش سحروا ليك بالضبط حيت انا الوحيد في ديك الدار كامله اللي كنخدم شكون الناس اللي كيقراو؟ من العائله عمامي وخوالي فهمتي وهما اصلا هما اولادهم سميتو كابرين في الخونه وحنايا ما تربيناش في خونه تربينا في حلال حيت با على الاصل با امي كيجيبوا حلال هذاك الشيء باش شنو هي السحور اللي داروا؟ اش غنقول لك اخويا داروا لي انا السحور ديال التسطيه التسطى ما تعقى عاقل على شي حاجه ودوز السبيطارات دوز برشيد ودوز اكثر في بني ملال دوز عامين في بني ملال ودابا خويا انا بقيت واه انا بقيت كامل الخصه اللي دابا انا دابا وليت كابر بدوايات فهمتي عبد وليت كالمي الا ما تكلمش دواء كنضرب في الحميه واش لا تشوف واش لا حوايج هذيك الساعه انت يعني كنتي كتخرج الزنقه واه انا كنت نخرج الزنقه كنريح مع صحابي كنخرج بزاف ديال البلايص وما خليتها كنت انا دابا راجع من بني ملال وجيت لكازا على الساعه لقيتي اللي يوقف معاك من العائله لا ما لقيت حتى واحد وقف معايا وقفوا معايا الجمعيات وقفوا معايا شلا اللي وقفوا معايا والله سبحانه وتعالى هو اللي وقف واه شويه بارك انا اصلا كيعاود ليا بنادم دابا تيقول لي كنتي وكيوليتي فهمتي كنت تيقول لي كنتي زوين كنتي غادي طبيعي شي شويه ما بقينا فاهمين فيك والو قلت لي مرا السحور اللي جرى ليا وجرى ليا وعاودت ليهم شلا وشحال من واحد كيفهمني اي واحد عاودت لي القصه ديالي كيفهمها يعني بسبب السحور واش كضرب الحلال واه ضروري يعني مابقاش كنفكر في شي حاجه من غير الادمان صافي الا ما درتش الادمان ما كاين حتى حاجه وفي هذيك الفتره كنت تفكر كتقول لي ان اللي انا فيه راه ماشي طبيعي ولا لا كنت فاقد الشعور انا ما كنتش كنعقل على حتى حاجه حتى بنادم كيعاود لي من رجعت عقلي تيعاود لي اش كنت ندير وندمت على داك الشيء انا ولكن شنو هو السبب هذوك الاخرين هما السبب ديالي وانا ما ندمتش ما والو بالنسبه للعائله الوالدين يعني مازال كيعيش دخلوا بغاو يعاونوا هو بغا يعاونوا ما قدروش فهمتي البوفريه مقود عليهم حيت دابا شي حشميه لاي واحد كيخدم في هذه البلاد كيوصل تربى حياته كامله بيكالا ما عندوش دابا تيفاق من 8 الصباح 8 ديال العشيه وما عندوش بيكالا لا هادشي اللي كاين علاش ها بقول واحد يتشرد صافي ما بغاوش يوصل ما بغاوش يوصل شي حاجه اللي تيحلم بها شي حاجه ديال الحلال هو شي واحد يعني غريب تجي منه التصرفات ولكن من واحد الناس قراب لك عمامك ولا خويا لك صعيبه شويه واه صعيبه بزاف ما تقبلتش انا ومن العائله حيت حافظين لك الموطباز ديالك ماش كتدخل ماش كتفيق ماش كتنعس حافظين لك حيت البراني ما يأديكش حيت دابا خاص تخاف من البراني من القريب ما تخافش من البراني حيت البراني هو يقدر يأديك بزاف وكيأديك غير اللي عزيز عليك هو كيأديك يعني شنو تقول للشباب اللي لحد الساعه مازال كيقولوا السحور ما كاينش شي حاجه سميتها السحور مازال غير غاديين عايشين في الحياه وما عارفينش اش كيتسناهم ولا بنادم يقدر يأديهم لا خويا الناس الشباب اللي واقعين دابا كاين السحور وكاين بزاف واكثريه شكون كيسحرك كيسحرك اللي قريب ليك هو اللي كيسحرك وباش اللي يقولوا بعيد عليك ما يسحركش اخويا وبنادم خاصو يرد البال ويولي يصلي وتقرب من الله فهمتي واش لا حوايج ومن غير يدخل الاسلام غيلقى كلشي كاين دوك الناس اللي داروا كلشي تسامح ليهم واخويا اللي سامحهم الله حيت اذوني خرجوا لي على خدمه خرجوا لي على مستقبل خرجوا لي على قرايه خرجوا لي على شلا حوايج داك الشيء كنت نحلم به مشى اليوم حياتك كيفاش ولات دابا حياتي شويه بشويه دابا اكثر دابا في الكابر دابا بنادم كيشوفني كد عليا نظره خايبه كنقول له رجعت لعقلي ما تيتقبلهاش هادشي علاش انت بدلتي المدينه واه هادشي علاش بدلت المدينه وجد بني من لاجل كازا واصلا انت الدري اللي كنت خاطب وسميتو هي سمحات فيا شحال من واحد سمح فيا علاش سمحات فيك سمعت فيا ملي تسطيت وملي كنت بفلوسي وكذا كنت خدام كان كلشي كيحبني بزاف ديال الحوت ايا ملي تسطيت حتى واحد ما قال عليا دابا حاليا هادشي اللي واقع هادشي ضرك واه ضرني في خاطري بزاف شحال من حاجه
ما كتصورش على البال ديالي دابا حيت كاع دوك الناس اللي كانوا عزاز عليا تشاو كلشي سيد راسهم كيعرفنيش دابا واخا كيشوفني في الزنقه كيدير راسهم كيعرفني ما والو يعني باقي عند بالهم راك انت باقي مسطي باقي عند بالهم باقي مسطي واخا ترجع لعقلك عامين وثلاث سنين ديما غايقولوا لك هذاك مسطي حاج ما غايقولوش لك راك رجعتي لعقلك اللهم الناس اللي يقولك مسطين بعد عليهم وترافق مع الناس اخرين بالنسبه شنو تبغي تقول للناس اللي كيتفرجوا فيك دابا واد الناس اخويا اللي نقول تيتفرجوا فيا دابا بغا نقول لهم خو ردوا بالكم وما تيقوش بزاف والواحد ما يعيش اكثر من اللي كيستحق فهمت ما كتعطيش بكذاك الشيء اللي كيستحق ما تعطيش ليه كامل ديما عطيه غير شويه حاجه عطيتيه بزاف وكال غيعرفك غيقدر يدير معاك اي حاجه وواحد النصيحه نقول لك اي واحد كيلوح تصاور في فيسبوك ولا في الانستغرام ولا شنو تصاور هما ما خدامينش يقدر واحد بعيد عليك يسحرك غير من التصاور ديالك أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.